هذا جهاز فرز البلازما اللي مسؤول عن حياة الناس. هذا جهاز، تعال. عندنا جهاز واحد وتبرع بيه رجل بالخير، جهاز واحد بس الديوانيه كلها تبرع بيه رجل بالخير، مو صح جابته، لا، رجل بالخير تبرع بيه. هذا الجهاز معزلين الساعه بالثنتين الظهر، حكم الناس البارحه سهرانين للساعه بالثلاثه ويانا، الساعه بالثنتين عزلوا لنا كادر واحد ويفتحون باكر الساعه بالوحده الظهر، يعني تقيس من الساعه بالثنتين حق باكر الساعه بالوحده الظهر. ومن تروح تتبرع انت، من تريد تروح تتبرع تبقى لك 16 ساعه فحص فيروسات يسمونه، يعني تتوقع انه يصير لك يومين كاملات يلا تقدر تنقذ لك مريض بمستشفى الديوانيه. احنا عندنا حالات بمستشفى الديوانيه، المراه الحامل ترفس وما حد يقدر يعطيها بلازما، الرجل الكبير، الشاب اللي جاي يموت وما نقدر نسوي كل شيء، عالم جاي تموت قدامنا ما جاي نقدر نسوي شيء، احنا ناس منسقين، جاي نجيب متبرعين نجيبهم لهنا، ما نتعب الحكومه وندري صحه الديوانيه، اقسم بالحسين صحه الديوانيه ما عندهم تاريخ ليش وقت دخل المريض وليش وقت خرج المريض بالديوانية. أقصد أنا أتعامل ويا أهل بغداد ويا الخط الساخن ويا الولد، ينطوني شو وقت ما دخل المريض وشو وقت ما طلع المريض وشو وقت سوى المسحة. هنا أنا ما عندنا تواريخ، شنو إذا أنت عندك تاريخ تجي تتبرع، ما عندك تاريخ خلي المتبرع يروح وطب مرض المريض. أخي عالم جاي تموت، كافة روتين، كافة أنا أروح للمستشفى أدور تاريخ مسحتي على مدى أجي أتبرع ويفحصون الفيروس 16 ساعة، أنا عندي حالات مستعجلة بالمستشفى. يا أخي ناس عزاز عندنا، كلها الديوانية عزاز عندنا، ناس جاي تموت وما حد جاي يقدر هذا الوضع. إلى متى إحنا نريد حل. جهاز فرز البلازما بكادر واحد، بس كادر واحد والناس جاي ما مقصرين، شنو اللي بيتهم يسوونه؟ سحب البلازما يطول 40 دقيقة، الفيروسات يطول، أكو فيروسات العادية السي بي سي يطول ساعة واحدة والفيروس الثاني طول ساعة واحدة، أما إذا تسحب فيروسات كاملة طول 16 ساعة، أنت قيس بعد، كادر واحد ووحدة الفيروسات معزلة وجهاز فرز البلازما معزل، شلون تنقذ المرضى اللي موجودة بالمستشفى؟ يا أخي كافي، مو هين عليك مروح الناس، كافي إلى متى؟ فلوس تردون إحنا نعطيكم، إحنا جاي نخسر من جيبنا على مود نجيب المتبرعين ونجيبوا لهنا، ما نريد نتعبكم، على مود من عفوا ننقذ أرواح الناس، تردون فلوس إحنا نعطيكم، الحمد لله والشكر، مثل ما جبنا لكم هذا الجهاز مال فرز البلازما من رجل خير، إحنا نقدر نعطيكم فلوس ونمشيكم، بس فتحوا لنا يا أخي ننقذ أرواح العالم، كافوا تضحكون علينا، كافوا تضحكون على العالم. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد عبر شاشة الرافدين لسماع آرائكم، لسماع مقترحاتكم ولسماع رسائلكم. بداية حب أذكر السادة المشاهدين أنه قناة الرافدين عندها تردد جديد، هذا التردد مثل ما تشوفون بالشاشة قدامكم 10727، تردد القناة الجديد أكرره 10727 لاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، وعلى مدار قمر النايل سات يرجى يعني ونتمنى من السادة المشاهدين حتى نظل مستمرين وياكم ونظلون مستمرين ويانا أنه تلزم ريموت تلفزيون وتسوي الإعدادات الجديدة وتضيف تردد القناة الجديد اللي هو 10727. برنامج صوتكم مشاهدينا الكرام بأرقام عديدة تقدرون تتصلون بها، اللي حبي يتصل بالبرنامج عندكم هذا الرقم اللي تشوفوه قدامكم هو الرقم المخصص إلى داخل العراق، إضافة إلى أرقامنا الأخرى الثلاثة ذني اللي تشوفوهن، ثلاث أرقام مخصصة إلى داخل العراق وإلى خارج العراق. أما الرقم الآخر اللي موجود واللي تشوفوه هسه أمام أعينكم مشاهدينا الكرام هو رقم الواتساب. أعتذر شديد الاعتذار من السادة المشاهدين، ما نقدر نستقبل أي اتصال أو أي مكالمة على برنامج الواتساب، فقط الرسائل، أتمنى تكون الرسالة متبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نتواصل وياكم. الفيديو اللي شفتوه بعد شارة البداية في الديوانية في مستشفى الديوانية يقول هذا جهاز سحب البلازما. الفيديو إذا شفتوه الرجل يعني محروق قلبه على الناس، لكن أكو بيه هواية رسائل وكوارث. أولا هذا الجهاز ما مسؤول الناس أنه توفر إلى المستشفيات العراقية، المسؤول الأول والأخير عن توفيره هي وزارة الصحة، وزارة الصحة العراقية هي المفروض توفر هذه النوعية من الأجهزة اللي هو جهاز سحب البلازما. إضافة إلى ذلك يقول هذا الجهاز الوحيد اللي موجود بالديوانية وعليه كادر واحد بس، والكادر الواحد ما يقدر يوفي شغل لأنه المرضى هواية، والإجراء اللي دا يصير أنه
اكو سرة لازم تنتظر حتى تتبرع بالدم، وراها تطول العملية تقريبا 3-4 ساعة حتى تسحب من عندك الدم، وراها تطول 16 ساعة حتى تسحب الفيروسات من البلازما اللي انسحبت منك. فانت عندك تقريبا يومين طارت من المريض، لانه ما يقدر ينتظر اكثر، والمريض ما يقدر يعني او مو ما يقدر، ما عنده قابليه للانتظار اكثر. المريض حق على المستشفى او على وزاره الصحه او على الكادر الطبي او على الحكومه العراقيه توفير للعلاج. اما احنا نشوف الناس باللوريات تنقل قنان الاكسجين وينباع الاكسجين بسوق سوداء، والناس هي اللي تهتم بهاي القضيه، والناس هي اللي تهتم بنزع البلازما او سحب البلازما او سحب الفيروسات او هاي الامور اللي من المفترض المواطن ما يفكر بيها. من المفترض المواطن اللي عنده مريض يطب المستشفى، انا اريد علاج المريضي، يقعد المريض يوم يومين ثلاثه حسب الحاله، عنده عمليه يسوي اجراء لعمليه، عنده سحب دم يسوي سحب دم، هاي الاجراءات هو ما يحير بيها. ما من المفروض انه اللي عنده مريض اللي هو تلقائيا عقله مشوش ما يقدر يشتغل بكامل طاقته العقليه، لانه هو باله وعقله وقلبه ويا مريضه، انت تخليه حير باشياء هو ما مسائل عنها. عندنا اتصال. ام دعاء من سامرة، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام اختي. احييكم معي القناه العظيمه. حياك الله. انا مدعاء، عندي معتقل من سامرة. نعم. موسى. موسى شاكر محمود. نعم. أم دعاء، إذا تسمعيني بس إذا أمكن تنصين التلفزيون وتسمعيني من التليفون حتى يكون الاتصال أسرع وأفهمك وتفهميني. نعم تفضلي. عندي معتقل موسى شاكر محمود، اعتقلوه من سيطرتي. من سيطرة وين؟ من سيطرة الضلوعية. نعم. من سنة 2014. نعم. وما ندري عنه أي شيء. هو منتسب. هو منتسب بوزارة الداخلية يعني؟ لا، من الشرطة الاتحادية في محافظة صلاح الدين. منتسب بالشرطة الاتحادية، زين. يعني مسألتي الشرطة الاتحادية، المكان اللي كان يداوم به، مسألتي عنه وين؟ هو كان نازل للبيت يعني بلا سنوات قطعت من دخل داعش. نعم. وفاجينا دخل سامرة ونزلوه يعني من السرايا الحشود هاي اللي جت. نعم. اي فقط ما ادري عنه اي شيء. ما سألتش يعني المكان اللي كان يداوم به، ما سألت الشرطة الاتحادية انه موسى وين؟ ورحنا للمراكز قالوا ما نعرف عنه اي شيء، ورحنا لبغداد للحقيبه بغداد. اها. وما انطونا اي نشيده ببغداد. نعم نعم. اي. نعم. اوفا يعني اريد نوصل لناشده هاي القناه العظيمه. نعم. وما ادري في اي وين. نعم نعم. شكرا 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 لك ام دعاء. وصل صوتك. يعني ام دعاء تقول انه انا عندي معتقل من 2014، صار له 6 سنوات، اعتقد من سيطره الضلوعيه، وهو كان منتسب. تقول لما رحنا نسال قال لنا روحوا اسالوا ببغداد، وسالت ببغداد لكن ما انطوها اي نتيجه عن مكان وجود الشخص. يعني هي هاي قضية احنا هواية حكينا بيها، وقلنا انه جرح العراق النازف، انه عندنا معتقلين هواية، عندنا اعداد كلش كبيرة من المعتقلين، واغلبهم ابرياء، واغلبهم اهلهم ما يعرفون بهم وين. هاي كارثة، لانه
من حق المعتقل على الدولة أنه يعرف أهله وين وأهله يعرفون هو بي وين، ومفروض أنه أهله يعرفون إذا أكو معتقل بأي مكان ليش اعتقل، شنو تهمته، تحاكم لا لا، ومن حقهم يوكلون محامي للدفاع عنه، من حقهم يفندون الادعاء إذا كان الادعاء باطل، ومن حقهم إذا كانت التهمة باطلة ويطلع المتهم بريء أنه يرفعون دعوة لرد اعتبار المتهم. هاي حقوق المعتقل، بس مع الأسف بالعراق ما عندنا هاي الحقوق. نرجع لموضوع الحلقة اللي هو الصحة والفساد اللي يصير بالعراق. يعني المواطن ما مساءل أنه هو يوفر الوزارة الصحة وللمستشفيات العراقية معداتها، ليش اللي دا يصير هذا بالعراق؟ أبو فيصل من السعودية حياك الله. أبو قاكر الله، السلام عليك. عليكم السلام والرحمة والإكرام. كيف حالك أستاذ؟ تحية. يا هلا بيك. أنا وكادرها الطيب، يلا يحفظك. الله يسلمك. أستاذ رحمة على تف يعني والله. هي عصابات سراق جايب رئيس وزراء سارق. يعني أنت شايف وزارة صحة جايب له حنان الفتلاوي وهذه وموفق الربيعي وهذول الفاسدين معروفين يعني. يعني دولة لا دولة بالعراق يعني هي المشكلة هو السبب الرئيسي إنه لا سيادة للعراق ولا دولة. وكلام الكاذب إنه سيادة العراق وما أدري شنو بعيدة على شوارب سيادة العراق ال بالثورة بالشعب العراقي وثوار تشري هم يعيدون سيادة. أما هذه الشوكولات هذه لن تعيد سيادة العراق وسوف يبقى العراق. هم جايبين الكاذب من أجل أن يبقى العراق في هذه الدوامة مع الأسف بهذا الدمار الذي حل بالعراق. وهم مستانسين على وضع هذا الجارحة الجديدة بالعراق لأنها هي قريبة من الشعب العراقي، قريبة من نسقط هذه الطغمة الفاسدة، ولكن جت هذه وإن شاء الله قريب. أما هذا النظام نظام لا يمكن إصلاحه لا بد من إسقاطه نهائي. وتحية لك. حياك الله. حياك الله أبو فيصل. أبو مصطفى من النجف. أبو مصطفى تسمعني؟ يبدو ان الاتصال انقطع يا ابو مصطفى. اتمنى يا ابو مصطفى ترجع لنا حتى نسمع رايك بالموضوع. ام محمد من ديالى حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. نشكرك قناه الرافديه بان اتيحنا الفرصه حتى نعبر عن راينا. لا شكر على واجب اختي عزيزه. واذا نبدي استاذنا العزيز اذا نبدي بالمشاكل اللي بالعراق ما تنتهي. نعم. يعني لا أزمة الصحة تنتهي ولا أزمة الاقتصادية تنتهي لأن إحنا حاكمتنا أحزاب. نعم. والظاهر مصطفى الكاظمي ما جاي يقدر يلهاي الأحزاب. نعم. فخلي صاحب الشعب إذا يقول ما أقدر خلي ذا باستقالة ويطلع. إحنا مو تجربة. نعم. يعني الشيومية باكر إيش قد بعد نبغى ننتظر؟ لا رواتب لا حصه غذائيه لا يا كهرباء يعني شنو على شنو باخذ المنصب؟ نعم والله ما ادري احنا تعبنا يا استاذ والله تعبنا يعني نحكي ما يفيد الحكي. نعم يعني وين اللجنه اللي شكلها على قتلة المتظاهرين وينها؟ نعم زين هاي اللجنه اللي شكلها على المتشامل هاشمي وين النتيجه مالتها؟ يعني معقوله يخاف من حزب الله لهالدرجه؟ يعني شلون بعدين يصير عندنا دولة شلون؟ نعم يعني شلون اريد دولة اريد قانون يطبق على الصغير وعلى الكبير. يعني ما باقي عندنا دولة ما باقي عندنا مستقبل احنا بالعراق. والله يا اخوي واحد يبيع بيته ويطلع واصلا يطلع وبعد ما يثبت وراه ما يعني ما يسين من الوضع فدنهم. هذا نقدر عليه الله ينصر ان شاء الله ساحات التظاهر ان شاء الله هي صوت الحق ان شاء الله والله ينصرهم. حياك الله. حياك الله. شكرا 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 لك ام محمد. سعد من الكويت حياك الله. يا هلا بيك ميت هلا بيك يا استاذي. وبيك يا رب. استاذي بالنسبه رايي بالموضوع المفروض حصر الفساد بيد الحكومه والبرلمان. ولكن يا أستاذي أنا لي سؤال وجيه لك كإعلامي يعني كذلك القناة يعني بخصوص المقيدين والمختطفين. ما هي التهمة التي نصبت لهم؟ ما هي التهمة التي نصبت لهم؟ ولكن يا أستاذ الفساد من زمان يعني والبرلمان والحكومة مسؤول عن ذلك
وكذلك أستاذي المحترم لازم توضيح الحقائق للبرلمان. وآخر الكلام تحياتي لك وللبرنامج الراقي المميز وشكرا لك. حياك الله أخ سعد. أنت سأل السؤال تقول بالنسبة إلى المغيبين والمعتقلين شنو التهمة اللي متهمين بها؟ المشكلة أنه أكو تهمة هي تعتبر هسه شماعة اللي هي الإرهاب، أو أكو قانون سيء الصيت بالعراق، قانون ظالم ومجحف، قانون أربعة إرهاب. كل من يكره واحد أصبح المخبر السري اللي موجود حاليا في القضاء العراقي المسيس أخ سعد، لأنه القضاء العراقي هو ليس بقضاء منصف، لأنه لو كان قضاء منصف ما يتخذ اعترافات أخذت تحت التعذيب دليل، ولو كان القضاء منصف ما يأخذ وشاية المخبر السري دليل. المخبر السري أذى هواية ناس، هواية معتقلين موجودين بالسجون العراقية، وهواية ناس مغيبين نتيجة مخبر سري، يا أما حاط عينه على قطعة قاع، يا أما عنده مشكلة شخصية وياه، يا أما أكو مشكلة مادية، يا أما أكو عداوة، فراح خبر للدولة على هذا الشخص وانشال هذا الشخص وراح تحت تهم كثيرة، أغلبها هي أربعة إرهاب، وبعض التهم اللي هي جرائم قتل. وعندنا متصلين أو متصلات تقول أنا عندي ابني يعني مشاجرة، وتحولت من مشاجرة إلى قضية إرهاب وهاي الأمور. لكن السؤال اللي انطرح أخ سعد، الحكومة دا تروح على المواطن، دا تروح على الناس اللي دا تعتقلهم ودا تتهمهم بالإرهاب ودا ينامون بالسجون سنة وسنتين وعشرة بدون ما ينعرضون على قاضي، بدون ما يتحاكمون، بدون ما يصير بهم أي شيء، وبدون ما أهلهم يعرفون دولة وين. لكن الميليشيات لما تركب بيكابات وبها أحادية هذا مو إرهاب؟ الميليشيات اللي دا تغتال الصحفيين ودا تغتال الناشطين ودا تغتال الناس اللي عندهم رأي عام هذا مو إرهاب؟ الميليشيات اللي قاعدة تروع الناس وتكسر بيبان وتطب وتعتقل بكيفها وتضرب النسوان وتضرب الجهال وتغلط عليهم وألفاظ نابية وأيضا ألفاظ طائفية دا تطلع من عندهم هذا مو إرهاب؟ يعني أكو إرهاب دا يصير بالعراق هو إرهاب الدولة. ليش عندنا هذا الإرهاب وليش السياسيين ساكتين عنه وليش العراق دا يرجع لي ورا بحيث انه الحكومه هي ما مسيطره؟ الحكومه حاليا هي بس يعني فزاعه عباره عن تعلاقه شماعه، لكن اللي دا يحكم هم الميليشيات، لانه لو الحكومه تقدر ما كان يقدر واحد انه يحط صوره رئيس وزراء او القائد العام للقوات المسلحه ويدوس عليها برجله ويقول اني تابع له. ام محمد بن الموصى حياك الله. أم مهند. ألو السلام عليكم. أم مهند أعتذر منك تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك أستاذ أفل؟ هلا بيك أختي. الله يسلمك الله يعافيك. قبل كل أنا أحييكم وأحيي قناتكم الشريفة. هلا بيك. الله يحميك إن شاء الله ويحفظك من كل شر إن شاء الله. ويحمي بيتك وأهل بيتك يا رب. تفضلي أمي. الله يسلمك. والله يا أستاذ أفل يعني أنا أريد الحكومة شوكة تحس على نفسها. نعم. أريد شوية تحس تضحك علينا إحنا الأمهات اللي أولادنا معتقلين، اللي هالزوجات أزواجها معتقلة، هالأطفال أبهاتها معتقلة ليش؟ نعم يا أستاذ أفل والله إحنا أريد نطالب بالعفو العام. نعم. احنا ما رايدين من حكومة كل شيء والله، احنا لا رايدين كراسيهم ولا رايدين رواتبهم، احنا ناس على قد حالنا واولادنا ظلم، الظلم بالسجن. نعم. احنا ايش رايدين منهم يا استاذ أفل؟ احنا نريد يفرجون عن اولادنا، احنا نريد اولادنا، نطالب باولادنا، نطالب بالعفو العام. نعم. يا استاذ أفل يعني احنا ما رايدين شيء منهم، يعني يقول كلنا راعي وكل راعي مسؤول عن رعيته، مثل ما احنا مسؤولين عن اولادنا هسه هم مسؤولين عننا ايضا. نعم.
اريد حقنا، اريد يعني زين كاظم يعني من قاعد على الكرسي لحد الان سوى لنا كل شيء، ما سوى لنا قال اني واني 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 كل شيء ما سوى لنا، يعني ابسط شيء يعني حقوقنا احنا الامهات باولادنا، ابسط شيء احنا نطالب باولادنا، خلي يطلع اولادنا اقل نقول والله سوى لنا شغله صحيح فادت الشعب بيها، فادونا احنا الامهات، فادونا احنا الزوجات، احنا هذول الاطفال اللي اباهم معتقله، يعني شنو ذنبنا احنا؟ شنو ذنبنا اولادنا معتقله بالسجون والمرض عم ينتشر بالسجونات؟ ليش؟ نعم يعني الى متى يعني، يعني الى متى احنا نظل ننتظر؟ والله يا استاذ اخر صبر ما ظل عندنا والله، والله رمضان كله احنا قاعدين ندعي يا الله، كل ما تطلع قناة الرفيدين نقول يا الله بركة الله ان شاء الله اكو عفو عام اكو شيء، ننتظر وخلص رمضان وخلص العيد وراح يجينا هذا عيد الاخ وكل شيء ما شفنا يا الله. نعم احنا نطالب بالعفو العام لحكومتنا وكل شيء ما رايدين منهم يا استاذ افل، واني احييك واحيي قناتكم الشريفه واشكرك. حياك الله، حياك الله اختي ام مهند، الله يسلمك. الله يسلمك معتقلي والله ان شاء الله، الله يسلمك وصل صوتك وان شاء الله سمعه. ابو مصطفى من النجف حياك الله. الله يبارك استاذ اسد شلونك؟ هلا بيك اخوي. بعد روح الله يعزك، امورك احوالك؟ سلم لي روحك يا رب، تفضل اخوي. الله يعزك، والله احنا الحكي هو والسوق. نعم. والله من هاي الحكومه كل شيء ما نحصل. ولا نستفاشي ولا نحصل اي فرد من العراقيين ما يحصل اي شيء. احنا العراقيين جزعنا وملت ارواحتنا ولعبت ارواحتنا فرد دور. زين احنا المظاهرات من طلعنا مظاهرات اللي هسه واحد معوخ واللي انتهى فرد دور واللي مات واللي هذا لا حصل استفاد من شيء ولا وراح خسر. عبد الوهاب الساعدي هذا طلعت الواحد من المظاهرات على حسابه وظاهرت وهذا هو هسه من رحم الحكومه رد. نعم معني؟ نعم زين هسه هاي وحده، والثانيه احنا المرجعيه، والمرجعيه شنو سويته المرجعيه للعراقيين؟ آل 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 زايد هم يقلدوا لهم مرجعيه هذا بدبي، الله يحفظه ويخليه بجاهه اليمه يخليه للوادم الشعب، هم يقلد مرجعية أبو السعودي، هم يقلدون المرجعية هاي الأمة السال ذول الخليج، هم يقلدون المرجعية لوادم هم شيوخ وجاويد وفايدين شعوبهم. احنا مرجعية شنو المستفادين هسه من المرجعية؟ المرجعية ما ترمش كهرباء عليها دقيقة، شنو هسه احنا المستفادين من المرجعية شنو؟ يطلع لك واحد وقال لك صمام الامام وصمام شنو شنو هسه مثلا المستفادين شنو؟ ما نعرف هسه عن المرجعيه اللي تعلمنا على الصلاه، المرجعيه انا وكيلك الله لا بد مرجعيه ولا بد انسان هذا، بس لعبه ارواحتنا وجزعنا، لعبه ارواحتنا وجزعنا. انا هسه معوق مصاب بيدي من المظاهرات. نعم شنو السبب على اليمن؟ شنو مثلا صار شنو ما 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 نروح واحد يقعد براحه ما له شنو مثلا الفلوس بس لهم؟ ولا تقول لي تطلع حكومات بعلم وهذا العلم الماء الما يفي الرايه الما تفي لاهلها لا خيرا بها. شيل 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 اسم الله خليه على روسنا، بس الرايه الما تفي لاهلها لا خيرا بها. شين عم ملينا لعبة أرواحتنا، أرواحتنا لعبة وجزعنا الله وكيلك جزعنا. أنا أسأل حشوياك انصابيت وما ما يعني شين ما أعرف شين هسا إحنا شين هي ما نعرف. نعم 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 مظاهرات هاي قناة البغدادية ذولا كانوا ويانا المظاهرين هسا عفوا المظاهرين وصاروا بقناة البغدادية، واحد ليش ما يحكي الحق؟ ليش ما يحكي الحق؟ ليش استاذ اسد انتم وادم قناتكم ما ايش قد ما صرتوا يوم من الايام عفت العراقيين وصرت ضد العراقيين؟ هذا واجبنا متابعينكم احنا من واجبنا هذا ابو مصطفى متابعينكم من قناه لسه. نعم شكرا لعبت ارواحتنا وجزعنا.
نعم شكرا شكرا لك ابو مصطفى. انت يعني من تعطي قناه الرافدين هكذا اطراء يعني وتمدح قناه الرافدين، هذا وسام شرف نفتخر به، ولا تتوقع انه هاي منه من قناه الرافدين على الشعب العراقي او على العراق، بل هو واجب لكل اعلامي ولكل صحفي ولكل قناه انه توقف ويا بلدها، فهذا واجبنا اخي العزيز. ام عبد الله من بغداد حياك الله. حيا منقال، السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله والاكرام. هي اللي حضرتك الى قناتك الشريفه ولكل العراق الشريف. استاذ من 2003 الى حد الان كم ازمه مر بها العراق؟ اذا يعني في 60 ازمه، بس ازمات مهوله بحيث انه يعني ترهق الشعب العراقي، يدفع ارواح ويدفع اموال، من المستفيد؟ الشعب قشر المستفيد من الحكومه، لكن المستفيد منه المرتشين والفاسدين من الحكومه وغير الحكومه والحشد، سووا الشعب العراقي هو كوسيله استفاده من الشعب العراقي. استاذ احنا هسه الازمه كورونا، هاي اخر شيء ازمه كورونا. شنو الوضع اللي تفدل في العراق؟ الوضع الصحي متعجب، الناس وعد اللي تصاب راح تقعد بالبيت اكثريتهم، واللي انصابوا ودخلوا مستشفيات قسم طلعوا قسم ما طلعوا ماتوا، وحتى اللي مو ما مات كورونا اخذوا فلوس، يعني بارقام مهميه كانت قم وزاره الصحه ان تعلن ارقام وهميه مهوله كلها في سبيل الاستفاده وسلب ميزانيه الدوله من وزاره الصحه. استاذ اقول لك حادثه، انه واحد كان وقف سيارته امام مستشفى هي في دياله او بعقوبه. نعم. من وقف السياره امام المستشفى دخل طلع لهم واحد موظف صحي، قال له تفضل فوت اشرب مي، قال له لا والله اريد بس مي، انطيني انا هنا بدي اسوي سيارتي، قال له لا 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 فوت تبريد وما ادري شنو، دخل جوا استاذ تعرف شو طيب من عنده، قال له هسه انا اعلن انك انت بيك كورونا لو تنطيني مليونين. يعني هذا وصلنا الى هيك مرحله يا استاذ، كل الشعوب العربيه ترى كورونا اصبحت شيء يعني قليل، وفتحت دوائرها وفتحت حدودها واخذت تمارس نشاطها السعوديه، انه اكو حج للسعوديين والمقيمين، وبالنسبه لدول اوروبا فتحت حدودها، وحتى دوريات كره القدم موجوده راح تصير. يعني الا احنا وزاره الصحه اصلا ما تعلن عن انفراج هذه الازمه، ليش؟ لانه تريد تستغل الشعب العراقي، هذا من جهه، من جهه ثانيه يا شعب العراقي ترى هاي الازمه راح تبقى، ماكو انفراج للشعب العراقي، ولا اكو انتخابات في 22 على اساس انه الحكومه العراقيه انه وضع كورونا السيء وداعش موجود، فما يستحيل اقامه انتخابات، فهذا الوضع راح يبقى مستمر يا شعب العراقي، فانت شو راح تسوي؟ والله ما زين انت رئيس الوزراء، اذا انت ناوي على مساعده الشعب العراقي والتخلص من هاي الحكومه الفاسده، انزل الى الشارع، طير مع الشعب، الشعب كقوه الك، ليش انت قاعد بالمنطقه الخضراء؟ وخاصه المنطقه الخضراء اصبحت هسه قويه، ليش؟ لانه خلوا القبه الصاروخيه اللي بتنتظر كل صاروخ اللي يجي على المنطقه الخضراء، بعد وين احد يقدر يفوت لها؟ ولا احد يقدر يغير الوضع الا بمساعده الشعب العراقي ككل يدخل او يعلن. نعم. هذا الشيء اللي يتخلص منه، وتحياتي لك. شكرا شكرا لك ام عبد الله. عمار من الموصل حياك الله. عمار تسمعني؟ نعم اسمعك. هلا بيك اخوي. اذا امكن لي اخ عمار تنصي لي التلفزيون تسمعني من التليفون اخوي العزيز. ماشي ثاني راح اطلع من يم التلفزيون. نعم. نعم اسمعك سيدي. تفضل اخوي. سيدي انا من الموصل. والنعم منك ومن اهالي الموصل كلها. على راسي عم تحارب. سلم لي راسك. والدي من والدي مفقود من طب داعش اخذه. والدك مفقود من ايش وقت؟ من طب داعش. يعني من 2014. نعم من 2014
20/7. نعم. ايه لحد اليوم ما نعرف وش عنه. ما سألتوا عنه أخ عمار؟ ما سألنا. يعني ما رحتوا شرطة، جيش، مكان، محاكم، يعني ما دورت ورا؟ والله دورنا وادي وين ما نروح يقولون ماكو. يعني ناب الموصل يعني يذكرون يقولون جايبين مساجين للموصل، وهذا نروح نسأل يقولون ماكو هيجي شيء. نعم. سوينا له معاملة أمينة وما في شيء حتى الآن. نعم. وصلت رسالتك أخ عمار، إن شاء الله يسمعوك وتطمنون على السيد الوالد بأقرب وقت. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم متواصل وياكم، بس بفاصل قصير، فاصل نرجع لكم. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. محافظ ذي قار وخلية الأزمة، ومحافظ ذي قار الذي صرح بأن الأكسجين متوفر ولا يوجد أزمة. اليوم 10/7 جمعة، اسمع الكلام يا اللي توفى حجية. شنو السبب؟ الأكسجين يقولوا راح دوري منين أدور؟ وهي وين؟ يقولوا مشكلتك بالإنعاش، يقولوا لها مشكلتك روح دور الأكسجين من ما تعرف. يعني سبب الوفاة الأكسجين؟ أنت شو تصير لها؟ أنا والدتي. والدتي. زين من قلت لها ماكو أكسجين إيش قال لك؟ زين قلت لي قبل شوية الدكتور قال إذا خلص الأكسجين شو يصير؟ مشكلتك تموت، قال لي تموت. مشكلة تموت. انت ريدك توصل رسالة للمحافظ وخلية الأزمة اللي يقولون ماكو أزمة بالأكسجين. المحافظ حرامي يفك غيرها، أما خلي يشوفون شنو. من داخل مستشفى الإمام الحسين بالإنعاش حالة حرجة، وبسبب قلة الأكسجين وعدم توفر الأكسجين انتقلت إلى رحمة الله هذه الإمرأة الكبيرة بالسن، والكلام على ذمة الأخوة أصحاب ذوي المتوفي، والله العالم بما يدور من مؤامرات على محافظة ذي قار من أجل قتل أبناء المحافظة. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد ببرنامج صوتكم. بس أحب أذكر السادة المشاهدين، نتمنى من الجميع أنه تشير ريموت التلفزيون بإيدك وتسوي إعدادات التردد الجديد التابع للقناة اللي هو 10727 والاستقطاب أفقي وعلى مدار قمر النايلسات. التردد الجديد تشوفوه قدامكم 10727 للاستقطاب أفقي. نتمنى من الجميع أنه يدخلون الإعدادات الجديدة على أجهزتهم أو أجهزة الاستقبال الخاصة بهم حتى نظل مستمرين وياهم ويظلون يتابعونا ونظل مستمرين ببرامجنا وياهم. أبو أحمد من سامر، حياك الله حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخويا العزيز، أنا من محافظة صلاح الدين قضاء سامراء، عندنا معتقلين اعتقلوا يوم 9/3/2015. نعم. من السيطرة اللي تدخل مدينة سامراء تربط بين الدور وبين سامراء. نعم، سيطرة الدور. نعم. أي سيطرة الدور. فذول المعتقلين يعني هم نزحوا نزوع، صار النزوع ونزحوا. فضت سيطرة جتهم قوة وخلتهم. نعم. فندور عليهم، بحثنا عنهم في كل مكان، في المراكز في كل مكان، ما حد انطانا نتيجة لهم. نعم. فبحدود تقريبا 30 شخص، يعني أكثرهم خوان.
نعم. يعني اكو 5 خوان واربع خوان. يعني من عائلة. نعم. من عائلة وحدة. فناشدنا يعني بالمراكز حقوق الإنسان، الصليب الأحمر، ما حد انطانا نتيجة. نعم. فهم أبرياء نزوح ندحى ويدخلون المدينة وجت قوة وخلتهم. فمن خلال قناتكم الناشد الحكومة الناشد الجهات المسؤولة نريد يعني مصيرهم ميتين طيبين، إذا هم مذنبين يحاكموهم، وإذا هم أبرياء يطلعوهم. نعم نعم نعم. يعني حتى لا تيد الأسماء أزودك بالأسماء كلها، يعني قوان 5 و4 و3 من عائلة واحدة. نعم وصلت 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 أبو أحمد. يعني أبو أحمد يقول إنه عندنا أشخاص بحدود 30 شخص يوم 3/2015 بالسيطرة الواقعة على الطريق ما بين سامرة والدور نخذوا، وهم نازحين، ناس يعني هاربين، دي يهربون بحياتهم، يردون يأمنون على مكان بيتهم وأخذوهم واعتقلوهم. أنا أرد أعلق على الفيديو اللي طلع وراء الفاصل، يعني امرأة عراقية جالسة على الأرض قاعدة تبكي وأمها تقلت إلى رحمة الله، من يسألها السبب تقول له الأكسجين، وإحنا اشترينا أكسجين على حسابنا بس خلصت القنينة وما لقينا. النكتة أنه الطبيب يقولها مشكلتك، لا حضرة الدكتور أو حضرة الوزير أو حضرة رئيس الوزراء، بتكهم همينا أحكيها، مو مشكلتها، هاي مشكلتكم أنتو. المواطن ما مسؤول يروح يدور علاج المريضة بمستشفى، هو جايك ده تطي العلاج. ما مسؤول المواطن يجيب للمستشفى قنانة أكسجين، هو جاي ده تساعده أنت مو هو يساعدك. وماتت وهواية من هالقبيل هذا، هواية من هالقبيل هذا. صارت اليوم المريض مني طب أبع على المواطن. يعني المنافذ الحدودية الفساد اللي بيها أنه اللجنة المالية تقول أكو هدر أموال تصل قيمتها إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، وجراء الفساد المستشري بالمنافذ الحدودية، وأنه إحصائية تقول حجم إيرادات المنافذ الحدودية إلى الآن مضاف إلى الإيرادات السنوية من المنافذ التي تدخل إلى خزينة الدولة ما تتعدى 2 مليار، يعني سنوياً أكو 8 مليارات دا تروح بجيوب الفاسدين. مصطفى الكاظمي لو راح يطلع ذن 8 مليارات ويشتري بها أكسجين ومعدات وأدوية للمرضى أشرف له. أبو حسن من الكوت حياك الله. والمأخوذ مسؤول الدولة هاي رئيس جمهورية رئيس وزراء، هم شو يحشون بالدين ومعملين وزين ويأخذون بالناس الأبرياء وبالاحتقالات وبالسجون السرية، يا دين منهم دين. نعم نعم. أي أقول يا دين هذا من على يا دين اللي ماشيين عليه هم. زين امريكا جابتهم، هم امريكا وايران مستفرين على تدمير الشعب العراقي. زين امريكا نعم. ما تقدر تقطع الحدود. نعم ما تقدر تقطع الحدود. زين على بياناتهم بين امريكا وايران يعني. انقطع الاتصال يا ابو حسن، شكرا جزيلا لك. ام امين من بغداد حياك الله. الو تفضل يا اختي. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك استاذ يوم؟ الله يحفظكم ان شاء الله. هلا بيك يمه، تفضلي. ويخليكم انتو قناه الرافدين، القناه اللي بدها تسمع صوت الناس التعبانه. واجبنا امي المظلوم اللي الله ظلمني هذا، واجبنا. الله يحفظكم يوم ويخليكم يوم. أنا عندي شغلة أريد أطرحها بس إن شاء الله عن طريقكم يسمعوني ويقولون إياها. أنا عندي بنية زوجة أخذت ولد ضابط. نعم.
صارت هاي الظروف 2000 مال 2003 هو استشهد يوم 4/4. نعم. تعرف انت بغداد سقطت يوم 9/4. فورا حوالي فترة تعرف ما شلون كانت بغداد بذيك الفترة، رحنا راجعنا دريد قد خلف لولد معوق. نعم. بالتقاعد رحنا على التقاعد، رحنا وصعدنا ونزلنا وبالمحاربين إلى أن طلع ليش قتل على 40,000. يا ب40,000 شو سوي لأول مرة؟ هذا معوق يحتاج حفاظات، أدوية، حليب، دواء، هو عنده خلل بالدماغ، الدواء كله غالي. المشكلة هسه ديك المرة طلع قرار إنه الشهداء كلهم. نعم. بتسمعني يوم؟ أي يوم ما دا أسمعك. على أساس إنه الشهداء يعني اعتبروا كل الجيش العراقي هم شهداء وكلهم دا ينطوا. هم هذا الولد أبو أمين يقولون هذا من الخاص ما إلا غير هذا الراتب أقل راتب. إيه هذا من الخاص، إحنا شو ندري إنه هو كان بالخاص، كان هو من الخاص. هم شنو الخاص والعام؟ هذا بيخدم الوطن وهذا يخدم الوطن. هم كل وهم نفسهم اللي قاعدين هسه نفسهم قاعدين بالحكومة بالوزراء هم كانوا يعني يقبلوا لصدام وهلا ذيك هلا. ليش هسه صاروا كلهم سياسيين ومحنكين وخلوا ولد الخايدة؟ يعني شنو هذا الطفل شنو ذنبه؟ ورحنا وراجعنا كنا نقول هذول. يما سؤال أم أمين، علاجه ايش قد يكلف؟ والله يا ابني هو علاجه قد علاج مال الدماغ، ياخذ ادويه للدماغ منشطات. لا مو انا دا احسب شغله انهم انه 40,000 يعني يوميا 1333 دينار حاسبي له، علاجه اليومي ايش قد يكلف؟ لا يما مو هي بعدين بدت الشغلات تزيد، فهسه لحد الان هو وصل راتبه 300 بينما غير ضباط بياخذون بال 700 وبالمليون ومليون. نعم. اذا انت ام امين تقصدين اللي هو انصاف المتقاعدين او انصاف أو اولاد الشهداء صح؟ اي يعني هم الشهداء يعني قسم اكو ناس ضباط بالجيش بينطوهم رواتب زينه وبيعيشون، لكن احنا دا نقصد على هم حتى بالحاسبه هو بالورقه مال الوفاه مالته مكتوب شهيد. نعم. وبالحاسبه خليه متوفي. يا ليش متوفي؟ يقول هذا لانه من الخاص، هذول جماعه صدهم، هذول ما لهم يعني لازم يموت الشعب الاساسي قدام راح ما لهم ذنب. العوائل وراهم ايش تاكل ايش تشرب؟ نعم. بينتظرون اللجنه العسكريه بالدفاع، فهو انا بخاطب اللجنه بس يسمعني واحد من اللجنه عنده ضمير عنده نخوه. نعم. عنده غيره. وصلت يقول هذا الطفل شنو ذنبه؟ معوق. وصلت ان شاء الله ام امين وان شاء الله يسمعوك، بس انا اعتذر منك لان الوقت راح يدركني واريد اقرا رسائل واتساب واكبر كم من عندهن. السلام عليكم ابو حاتم من الموصل، تحيه طيبه لك استاذ وللجميع. العراق كان في يوم من الايام دوله قانون ومؤسسات للمجتمع بدون تمييز منذ زمن طويل، وتآمرت عليه دول الغرب والصهيونيه العالميه على تدمير هذه الدوله العراقيه حتى تعيث في الارض والمنطقه فسادا على يد عملاء الغرب وايران الشر والرذيلة جار السوء جرذان وفئران الخضراء الذين أثبتوا للعالم أنهم أسوأ عملية سياسية فسادا في العالم في كافة مرافق حياة الدولة والشعب، والله لهم بالمرصاد. الله ناصر العراق وشعبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، أنا مريم من الموصل، أنا أبويا مسجون أريد عفو عام، والله ملينا الناشد حكومة بالعفو العام، والله العظيم مظلومين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخي أنا طالب بالعفو العام، وين رئيس الوزراء؟ نايم، خلي يشوف السجناء، والله ما يصير هيجي، الله ينتقم منهم، حسبي الله ونعم الوكيل. والله خطية السجناء تفنيكم فني الحكومة، بس كذب بيكم. أنا أخويا صار له 13 سنة بسجن الناصرية، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ما عنده إحساس. أم أنس أطالب بأخوي وجميع السجناء المظلومين، وإن شاء الله كورونا تجيكم يا الحكومة.
رسالة أخرى تقول: الواقع الصحي في العراق يدمي القلب، وأذكر كلام دكتور في أحد المستشفيات بلندن كان مستغرب لوجود عراقي جاء من العراق ليعمل عملية قسطرة، فقال إن الأجهزة الطبية الحديثة التي نفتقر لها هي بحوزة وزارة الصحة العراقية، هذا الكلام سابقا، والنظام العراقي حريص على توفيرها للعراقيين، وهي تتوفر في المستوصفات الصحية في القرى والأرياف، فليعلم العراقيين جيدا الفرق بين الثرى والثريا، ورحم الله كل من خدم وحكم العراق بكل عزل وشرف وكرامة، أخوكم من الولايات المتحدة الأمريكية. رسالة أخرى: ألو أخوي أكرم، أني ياسر من أخوي الكريم، أنا ياسر من أربيل، عندي أخوي مسجون بسجن سوسة، نطالب بتبييض السجون، وأشكرك أخوي العزيز وأشكر قناة الرافدين على أدائكم الرائع. مرحبا أستاذ، أنا ختام من بغداد، وأحب أشكر قناة الرافدين، إن شاء الله الموفقية لكم، شكرا جزيلا. إحنا 8 سنوات حاربنا الفرس المجوس، انطينا آلاف الشهداء، هسه إيران تحكم العراق، شنو جبين العراق لو ينتمون؟ وين طايرين؟ وين علم أم زينب؟ أخي أفل، زوجي مسجون صار له 7 أشهر ما شايفيه، ونطالب من قناتكم بالعفو العام وشكرا. السلام عليكم أخي، نطالب بالإفراج عن المعتقلين، والله قلوبنا نار على ولدنا، خلي يسهلون أمرنا، نريد نشوف أولادنا، صار 17 شهر ما شايفيهم، سهلوا أمرنا، نريد نشوف ولدنا، وين أهل الرحم والغيرة ينطون عفو عام ويفرحون الأمهات والأطفال؟ أم محمد السلام عليكم، أرجو قراءة رسالتي. مع الأسف على هذه الحكومة الظالمة والحاقدة والعدوانية، يعني حتى بهذا الظرف الاستثنائي حاقدة أنه تطلق سراح المعتقلين بحجة الإرهاب وخوفا على مصالح البلد، إلا أن هذه الحكومة هي الإرهاب الحقيقي وهي اللي تهدد مصالح البلد، لأن كل الدول أعطت عفو عام إلى العراق، ونقول لهذه الحكومة الظالمة: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وبالنسبة لاعترافات السجناء اللي انتزعت منهم بالتعذيب الشديد وتبصيمهم على أوراق بالإجبار، فديننا الإسلامي دين رأفة وتسامح وليس عنف وعدوانية، وحسبنا الله ونعم الوكيل على هاي الحكومة. آخر رسالة: السلام عليكم أخي أفل، أنا أم سيف من الدورة، أخي هاي الحكومة يا حكومة يا دولة يموتون الشعب بكل وسائل، لا كهرباء لا مي، وباء دا ينتشر بكثرة وجثث بالبراد بأعداد كبيرة ويدفنون بالجملة، إلى متى هذا الوضع؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أعتذر من السادة المشاهدين اللي ما قدرت أكمل رسائلهم البقية، أعتذر من باقي الناس اللي أو باقي المشاهدين اللي دا يحاولون يتصلون بالبرنامج، لكن الوقت أدركنا. قبل ما نختم أحب أنوه عناية السادة المشاهدين إنه قناة الرافدين عندها تردد جديد، فأتمنى من الجميع، أتمنى من الجميع حتى ما ننقطع وياهم، يلزمون الريموت ويروحون يدخلون على الإعدادات، يدخلون التردد اللي هو 10727 لاستقطاب أفقي على مدار قمر النايل سات. أكرر التردد: 10727 لاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. حلقة صوتكم مشاهدينا الكرام انتهت، نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامجكم، في أمان الله.